صباح الخير يا مغرب، مرحبا بكم معنا على شادا اف ام، ومعايا اليوم ضيفنا سي نبيل عمار رئيس المجلس الاداري لكاش بلس. سي عمار صباح الخير ومرحبا بكم معنا في المورنين على شادا اف ام. صباح النور، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك سي نبيل عمار، كنصادفوك على هامش ليزامبيريال 2024، الموعد السنوي للتواصل التسويق الاشهار والاعلام. الى بغيت نسولك في الاول قبل ما نسولك على المشاركه ديالك على الموضوع على كاش بلس اليوم في السوق المغربيه كشركه مغربيه، والليزامبيريال هذا العام كتجي بالشعار ديال دوماكن اي دي، الهويه المغربيه. شنو كيعني هذا الشعار اليوم ولا هذا العنوان بالنسبه لكم؟ كان جو بونس كو هذا الشعار هذا الي بيان شوازي من طرف لي زامبيريال، باسكو اول مره كنهضروا في واحد الملتقى ديال الناس المتخصصين في الماركتينغ على الهويه المغربيه. فاش كنكومونيكي واي شركه فاش كتكومونيكي خاصها كتكومونيكي مع مغاربه، دونك خاصنا نهضروا على كيفاش كنكومونيكيو مع هاد المغاربه هادو، وكيفاش غادي نتعاملوا معاهم في الطريقه ديال الاشهار ديالنا. دونك سانسيرمون سي جو بونس كو بحال اللي قلت لكم الشعار كان تري بيان شوازي، وجا في وقته، لانه كلنا اليوم في المغرب كندويو على الهويه المغربيه تمغربيت وتمغربيت، سواء في الحمله ديال الزلزال ديال الحوز اللي كانت مؤخرا، قبل منها في كاس العالم في قطر، في جائحه كورونا، في مجموعه ديال المحطات. انتم في كاش بلس كمقاوله مغربيه اولا اليوم اللي نجحت وقطعت واحد المشوار كبير في واحد المجال اللي ما ساهلش ديال تحويل الاموال، كيفاش كتشوفوا وكتقيموا اليوم هاد ليكسبيريونس ديالكم، هاد التجربه ديالكم كمقاوله مغربيه فرضت نفسها او انها تكون موجوده اليوم في السوق المغربيه بواحد الشكل مؤثر؟ هو صراحه هاد السنين اللي دازوا ولا هاد اربع سنين اللي دازوا كانوا اربع سنين صعاب شي شويه. نتذكروا كوفيد، كانت القضيه شويه صعيبه وكانوا المغاربه بزاف كانوا توقفوا على الخدمه صعيبة. تماما، وبزاف المغاربه توقفوا على الخدمه ما عارفينش كيفاش غادي يديروا، والحمد لله كانوا مساهمه من الدوله باش تعاون المواطنين، وكنا احنا من الاولين اللي كنا كاوتي زعما ديال 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 الدوله باش نوزعوا هذوك الفلوس. دونك تقريبا 5 مليون ديال المغاربه كانوا خداو الاعانات في هذيك الوقيته، وكانوا الوكالات ديالنا كلهم في المغرب تقريبا بعلاف وكاله كانت مفتوحه باش تعطي هذوك الاعانات. صراحه كنا ديما في المناسبه باش نتعاونوا مع المواطنين، كذلك في الزلزال حتى هو الدوله طلبات منا باش نوزعوا الاعانات للناس اللي كانوا متضررين، وكنا في الواجهه واخا كانوا عندنا حتى حنا الوكالات ديالنا اللي كانوا تقاسوا، ولكن حاولنا بكاع الوسائل اللي عندنا الامكانيات اللي عندنا كسيارات متنقله ولا وكالات متنقله باش نقدروا نوزعوا هذوك الاعانات. سي نبيل بغيت نسولك، كاش بلس كيعرفوها المغاربه بحال مجموعه من المنافسين ديالكم اللي كاينين في التحويلات ديال الاموال، ولكن اليوم انتم ماشي فقط كتشتغلوا في مجال ديال تحويل الاموال، عندكم اكثر من 60 ديال الخدمات ولا لي سيرفيس اللي كتقترحوا الى جانب تحويل الاموال. شنو الاشياء الاخرى اللي صنعتوها كبيزنس موديل اليوم او نموذج اقتصادي خلينا نقول خلاكم تكونوا متواجدين في السوق المغربيه بهذا التاثير؟ هي صراحه هذا التنوع ديال المنتوجات اللي دينا جاوبنا على داكشي اللي كان طالب المواطن. احنا الخدمه ديالنا هو نقربوا الخدمات للمواطن، اي خدمه بغاها المواطن غادي نقربوها ليه، وقربناها ليه بواحد الوكالات بواحد النموذج ايكونوميك اللي مختلف، حيت في كاش بلس عندنا تقريبا 7000 مقاول اللي خدامين معنا، مقاول اللي جاوا اسسوا الوكاله ديالهم ولا عندهم الخدمه ديال كاش بلس في المكتبه ديالهم ولا في الحانوت ديالهم، وكنكونوا بجانب المواطن فوق ما كيبغينا. دونك الخدمات متعدده، قلتي على هضرتي على تحويل الاموال، ولكن كنحلوا الحسابات للكليان، وكنا مساهمين بزاف في هذا الشيء ديال الدعم اللي كانت عطات الدوله في هذا الشهور في هذا الاسابيع اللي دازت، وكنا فتحنا قدرنا نفتحوا اكثر من 2 مليون ديال الحسابات في ضيف وجيز،
وقدمنا عاوتاني خدمات واحد اخرين بحال سميتو الادساليات. اليوم يمكن لك تحط واحد الكوليه في لاجونس كاش بلس وتصيفطها في البلاصه فين بغيتي. خدمات اخرى مع الضمان الاجتماعي سينيسس المواطن يقدر يجي يحط الملف ديالو ديال التعويض في كاش بلس ويتوصل بالتعويض ديالو اما نقدا بالكاش ولا يتوصل بالحساب ديالو عن طريق كاش بلس. شنو الا سولت على توب 3 ديال الخدمات ديالكم اكثر ثلاثه الخدمات استخداما واقبالا من قبل المغاربه اليوم عندكم في كاش بلس؟ وحنا كنقولوا ديما المغرب سان شامبيون ديال لو ترانسفير تحويلات الماليه. تحويلات الماليه دونك هي الاولى رقم واحد هي الاولى وهي الكور ديال الميتي ديالكم. هي الكور دو ميتي ديالنا دونك تحويلات داخل المغرب ولكن تحويلات اللي كيجيونا من الخارج راكم عارفين مغاربه العالم مع مغاربه العالم. اللهم لك الحمد مغاربه العالم هما كيساعدونا بزاف كيساعدوا الدوله المغربيه بزاف. كانت وصلت تقريبا في المغرب تقريبا اكثر من 100 مليار ديال الدرهم وتقريبا كتجي واحد 50 مليار حتى 60 مليار ديال الدرهم كدوز عبر وكالات ديال تحويل الاموال. وكاش بلس عندها واحد النصيب كبير واحد النصيب كبير في هذه المسائل. الى جانب تحويل الاموال شنو جوج الخدمات اللي بغينا نعرفوا وغينا ناخذ فكره؟ الخدمات دابا اللي جايه مورا تحويل الاموال هما خدمات ديال استخلاص الفواتير. دونك بغيتي تخلص فاتوره ديال الضوء ولا ديال الماء كتجي كتخلصها عند كاش بلس. ودابا الخدمه الثالثه اللي كنشوفوها هي الحسابات. قلت لكم في ضيف وجيز حلينا اكثر من 2 مليون ديال الحسابات. عندنا الناس دابا كيجيو يحلوا الحساب كيجيو يحطوا الفلوس في حساباتهم ولا كيجيو كياخذوا الفلوس عاوتاني من الحسابات اللي هي مقابل حساب بنكي بحال كيف ما كنعرفوا. هو بحال حساب بنكي هو كيكون محدود في 20000 درهم صديق كل يوم ما كيقدرش يحط فيه اكثر من 20000 درهم التحويلات ديالهم. واخا بغيت نمشي معك واحد النقطه اللي مهمه اليوم واللي كانت الموضوع ديال المشاركه ديالك في ليزامبيريال 2024 الحدث السنوي للتواصل التسويق الاشهار والاعلام. سي نبيل عمار انت كرئيس مجلس اداري الكاش بلس كنتي في الندوه ديال فين حنا وفين وفين فين غادي في علاقتها بالتسويق الماركتينغ وبالتواصل. اليوم اللي سولتك هذا السؤال هذا فين حنا اليوم وفين غادي؟ كان الشعار تماما هو فين حنا وفين غاديين على قبل التقنيات ديال الماركتينغ والتقنيات التكنولوجيه. شنو هي التكنولوجيا ديال الماركتينغ اللي كنستعملوا في الحياه ديال اي شركه. اليوم ما كاينش شي شركه في المغرب اللي ما تقدرش تكون عندها تقنيات تكنولوجيه فالماركتينغ ديالها انا مثلا حلاق خاصني ولا بد تكون عندي واحد لاباج في جوجل خاص نكون ريفيرونسي في جوجل خاصنا نتبع خاص لا بوزيسيون جي بي اس ديالي تكون في جوجل. انا بيسري خاص علاش لا يكون الحانوت ديالي في جوجل يكون عندك جوجل ماي بيزنس خاصو يكون خاص يكون جوجل ماي بيزنس مثلا يكون صغير كبير متوسط اي واحد دابا كيبيع شي منتوج ولا عنده شي سيرفيس كيديرو خاصو ولا بد يكون محطوط في جوجل. واخا الا خدينا هذا الجانب اللي هو الاساس هذا البيزكس ديال التسويق وديال التواصل على مستوى التكنولوجي الى طلعنا للتشامبيونز ليغ ديال المجال فين حنا واصلين اليوم وشنو المدى ديال التنافسيه ديال الشركات في المغرب خصوصا المقاولات اللي هي مغربيه ماشي دي ملتي ناسيونال اللي كيستافدوا من داكشي اللي غيجي من لي زونتين اللي عندهم في العالم كامل ملي كتكون مقاوله 100% مغربيه فين واصله على مستوى التطور التكنولوجي في علاقته بالتسويق بالكومونيكاسيون بالوصول للزبناء؟ هي الا جينا نكونوا صريحين مازال بعد مازال بعاد في هذا الشيء ديال التكنولوجيا اللي في الشركات الكبار المغربيه. احنا كشركه كنستعملوا تقنيات بحال لي سي ار ام اللي كيمكنونا باش كنعرفوا الهويه ديال الزبون ديالنا. هذا السي ار ام شنو هو؟ هو تطبيق اللي كيمكننا باش كنعرفوا كل كليان شنو هما شكون هو شنو هما العمليات اللي كيقوم بها معنا شكون هو الشخصيه ديالو كنشخصوه بالعمليات اللي كيدير. وهذا السي ار ام هذا كيمكننا باش من بعد كنقترحوا عليه دي سيرفيس واحد اخرين مثلا في العيد ميلاد ديالو غادي نقدروا نصيفطوا له واحد الاس ام اس باش كنقولوا عيد ميلاد سعيد ولا قبل ما غادي تجيه الفاكتوره ديالو ديال الضو نقدروا نصيفطوا له ميساج ونقولوا له عندك فاكتوره ديال الضو فيها 250 درهم خاصك تخلصها. دونك هاد لي لوجيسيال هادو هما اللي كنقدروا نستعملوا اليوم وكاين بزاف ديال لي زوجيسيال ديال الاوتوماتيزاسيون
اوتوماتيزاسيون ديال لي ميساج كاع هاد لي ميساج هادو يفوت لوتوماتيزاسيون دونك اللي كنستعملهم اجوردي. المشكل بحال اللي قلت اجوردي سي الاوتو اللي غادي هادشي الى اي حد تاثر بالتحولات التكنولوجيه. لما كتكلم على السي ار ام والناس اللي كيسمعونا اللي هو الكاستمر ريليشن شيب مانجمنت اللي هو وسائل ديال تدبير العلاقه مع الزبناء اليوم في ظل هاد التحولات الكبيره اللي كنعيشوها ديال الذكاء الاصطناعي التحول الرقمي البيك داتا الماشين ليرنين والوسائل المتقدمه هادشي كيفاش نعاكس والى اي حد سورتو الشركات في المغرب مواكبه ولا فايتها شويه داك القطار باقي خصنا نتبعوه. بعد ما نسالك بعدا تبارك الله عليك انا كنهضروا على هاد لي سوجي بحال هادو هي صراحه باقي ناقصنا الاطر اللي غادي يمكنونا باش نستعملوا هاد لي زوتي هادو. كنلاحظوها احنا في الحياه اليوميه ديالنا ك ك ك ك اونتربرونور ك زعما كمقاولين وفاعلين فاعلين سوق ما كنلقاوش الناس اللي يقدروا يستعملوا هاد التطبيقات هادو ولا هاد المكونات. ماتنون اوني اوبليجي و دونك كنمشيو كنقلبوا على دي زوتي من على برا باش نقدروا نستعملوهم ونواكبوا حتى حنا هاد التطور وهاد المنافسه اللي كيديروا لنا الشركات الكبار. نقطة أخيرة في هذا السياق هذا هذه أيام قليلة الحكومة أعلنت على تأسيس وإطلاق جوج ديال المدارس العليا متخصصة في الرقمنة والذكاء الاصطناعي. كيفاش هذا الشيء غيأثر على الاقتصاد المغربي وغينفع الشركات اللي في المغرب سواء مغربية ولا دولية؟ كنا كنقولوها الاطر كانوا خاصين. انا كلا تكلمت على هذا بخاصنا هاد الاطر. لا يعطيك الصحه. افيكتيفمون هاد 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 المدارس اللي غادي تنشؤوا غادي يعاونوا بزاف الشركات المغربيه كوساسوا الشركات الصغرى ولا الكبرى باش يطوروا هاد التقنيات هادو واكثر من هذا هو حتى حنا تكون عندنا التكنولوجيا ديالنا واللي نقدروا حتى حنا نبيعوها ماشي نبقاو نمشيو نشريو حنا التكنولوجيات من برا ونجيبوهم يكونوا عندنا ديالنا ونستعملهم حنا ونبيعهم حتى حنا للشركات الاجنبيه. باش نختم معاك سي نبيل الى سولتك على كاش بلس وكنذكر انك رئيس المجلس الاداري سي نبيل عمار ديال كاش بلس في ارقام 2023 عدد الوكالات عدد الزبناء ورقم المعاملات تقريبا 8000 وكاله 12 مليون زبون تبارك الله نقدروا نقولوا 100 مليون عمليه في 2023 ديال تحويل الاموال وباقي الخدمات الاخرى. فكره على رقم المعاملات ديال 2023 تقريبا 100 مليار ديال الدرهم ما شاء الله الله يزيد الله يبارك ما طاحش لك شي واحد ناخذ شكرا بزاف الله يبارك فيك نبيل وحنا فخورين بكم كشركات مغربيه ومقاولات مغربيه نتمنوا لها انها تكون عندها هذا النجاح والاشعاع المغربي ممكن تخرجوا الاسواق خارجيه في دول اوروبيه في ان شاء الله الأفريقية. ان شاء الله نتمنوا لكم التوفيق. نبيل عمار رئيس المجلس الاداري الكاش بلس المغرب كنت معنا على شاده فهم شكرا لك شكرا لك.